اتكلمنا المرة اللي فاتت فعلا، اتكلمنا على التخطيط البيئي، يعني ايه يعني ايه الـ EIA اللي هو تقييم الأثر البيئي، إيه الناس فكرت فيه ازاي. انا بقولها سريعا اهو، ايه الخطوات او اللي بتتعمل في التنفيذ، وقلنا على المصفوفات اللي بتتعمل، ووصلنا لغاية استمارات الاستبيان اللي هي الميدانية او الكويستيونير، ودول هتلاقوهم حتى في الشغل عندنا، بتلاقوها دايما في الأكاديمية موجودة الكوستينير، هتلاقيه بيتوزع عليكم استمارات مثلا تقييم لينا، مش احنا بنوزع عليكم استمارات زي كده، نقول ايه قيم المادة، قيم الستاف بتاع المادة، دي استمارة استبيان. في مثلا لو حد من المعيدين بيعمل ماجستير، او حد من المدرسين المساعدين بيعمل دكتوراه، بيبقى عامل استمارة مثلا عن الموضوع بتاع البحث بتاعه أو موضوع الرسالة، ساعات بيوزعه على الاستاف، ساعات بيوزعه على الطلبة، هتلاقيه بيعدي عليكم. مثلا الناس بتوع التعبئة والإحصاء اللي بيخبطوا على البيوت، وساعات يعملوا آراء للجمهور. فساعات تانية لما مثلا بنيجي نعمل مشروع عايزين نطور منطقة شعبية أو منطقة عشوائية، فنبقى عايزين نعرف الناس اللي ساكنة ايه اللي يريحها، فبنعمل ايه؟ بنعمل استمارة. في بقى كمان مثلا زي ايه استمارات تانية في التخطيط، مثلا اللي اخدتوا انتوا معايا تخطيط لما كنتوا بتنزلوا من منطقة ترفعوها، مش كان بيبقى في استمارات رفع مباني وشوارع وصرف والكلام ده كله، وتكتبوها وتفرغوا الاستمارات دي بعد كده، وبعدين تبتدوا تعملوا لها بعد كده ايه موديفاي، سواء كان على الاكسل شيت، سواء كان على الاوتوكاد، سواء كان على الجي اس، صح؟ وكنا بنبتدي نفرغ بقى الاستمارات دي لبيانات، والبيانات دي بتدينا ايه؟ نتائج ومؤشرات بنشتغل عليها إيه البديل بتاعنا كنا في التخطيط. ده نفس الكلام هنا، هو ما بيتغيرش، الكوستينير واحد في كل حتة. اوكي؟ طيب ايه هي فيها ليها مميزات طبعا الاستمارة الاستبيان، جدا جدا جدا. اولا بيبقى فيها رياليتي، فيها واقعية، فده مفيد عشان اقدر احدد حجم المشكله قد ايه. يعني انا لما انزل اشوف مثلا المنطقه دي فيها غاز ولا لا، فيها كهرباء ولا لا، فيها صرف ولا لا، غير لما بقعد في المكتب ويجي لي كلام مرسل. لا، انا نزلت على ارض الواقع وشفت الكلام ايه. والبدائل المختلفه دي بتحتوي على انشطه متباينه ومختلفه، يعني انا بقدر اشوف حاجات كتير في منطقه واحده، واقدر اشوف تاثيرها البيئي على المكان، سواء كان من دراسة أكاديمية كطلبة، سواء كان دراسة تطبيقية بعد ما تشتغلوا كفاكت بقى بنشتغل بيه، سواء كانت ممارسات شعبية عادي جدا بنعمل حاجات ليها علاقة بالمشاركة الشعبية. ماشي. طبعا بعد استطلاع المستخدمين أو المواطنين بنقدر نشوف بقى المتغيرات، سواء كانت بيئية، اجتماعية، سيكولوجية، وبنبتدي نحس بشعور المواطن بأهميته، ونركز له على مشاريع التنمية الحضرية. أهم نقطة في الاستمارات دي يا جماعة دقة الاختبار، عشان كده فاكرين لما كنا بننزل نقول إيه، ما تقلبوش يا إخوانا استمارات الرفع، لأن لو دخلته في الداتا رابش هيطلع رابش. فاكرين كنا بنقول كده في التخطيط دايما، طلعته ودخلته حاجة نظيفة هيطلع لك حاجة نظيفة. فأنت لو عملت الاستمارة بدقة هتقدر طبعا طبعا تعرف تختبر العينة اللي انت عايزها بشكل محترم عن طريق 3 شرايح، المدربين اللي ليهم خبرة في المكان بيقدروا يميزوا الحالة البيئية دي، الرواة مثلا لو حاجة بتتكلم على بحر وفي غوص وسباحة مثلا، ففي هواة في المكان بيغطسوا كتير في المكان فعارفين تفاصيله. الشريحة الثالثة مثلا العلماء، لو انا بتكلم على اكزامبل منطقه فيها بحر، يعني لو بتكلم على منطقه فيها بحر فانا اهم حاجه عندي هختبر ال3 شرايح دول. طب لو انا مثلا عندي في الكليه، والله انا عايز اختبر ماده تخطيط الاقليمي دي ماده ناجحه ولا فاشله، تمام؟ هسال مين؟ هسال اول حد دكتور الماده، انت ليك عايز تزود حاجه في اللائحه ولا لا، تمام؟ هسأل الشريحة التانية مين؟ الستاف اللي مع الدكتور، المادة بسطاكو واسلوب ده بسطكو ولا لا. الشريحة التالتة هسأل مين؟ هسأل الطلبة، انتوا مستمتعين بالمادة ولا لا؟ مستمتعين بالدكتور الغلس اللي بيديكوا المادة ولا لا؟
مستمتعين بالاستاف اللي معاكم وواصل لكم المعلومة بشكل جيد ولا لا. يبقى انا في شرايح لازم في الكارير الواحد لازم اقسمه لكاتيجوريز، تمام؟ دي برضو السكتش اللي احنا دايما معتادين عليه، اللي اتفقنا عليه كل مرة، اللي هي طريقة القوائم الاختبار. يا ريت نعرف السكتشات دي كويس عشان لو في امتحان ها نعرفها. احنا كلنا خدنا تخطيط اقليمي، تمام صح، وكلنا اخدنا الماتريكس معايا كده. موضوع الاونلاين ده سخيف عشان مش بحس انا متفاعله معاكم. الماتريكس اللي اخدناها ايه يا دكتور؟ تمام، الماتريكس اللي اخدناها مع بعض اللي كنا بنقول عليها اسمها مصفوفه الارتباط، وكنتوا انتوا في الاول مستصعبينها ومش قادرين تفهموها لما قعدنا نقول دي القطاعات التنمويه مع المحددات والامكانيات والحاجات اللي موجوده في الخرائط، والتي دي اس قيمتها ايه، والليتولوجي والبرودكتيفيتي وعلاقتها ايه، وده يحصل النشاط يا ما يحصلش النشاط. دي كانت صوره مبسطه اللي احنا عاملينها، دي صوره من صور المصفوفات. المصفوفات ليها اشكال كتير، مش الشكل ده بعينه بس. احنا كنا عاملين ده اللي يليق مع البروجكت بتاعنا، انما كل كارير ممكن يتعمل له مصفوفه مختلفه. ففي الانترنال ماتريكس اللي هي التاثيرات اللي هي فيها متداخله، وده هتلاقوه اتكلمنا عنه برضو، كان اسمه ديكارت، وديكارت ده حد معروف جدا 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 في سنه 70، واللي هو تقريبا شبه اللي احنا اشتغلنا بيها، اللي هي وصف التأثيرات البيئية المتوقعة من الأنشطة على عناصر البيئة المختلفة. وهنشوف شكل الجدول، هتلاقوه شبه قوي اللي احنا كنا واخدينه. بصوا هتلاقوا هنا اهو البيئة المتوازنة العناصر بتاعته ايه، وهنا مراحل النشاط المقترح زي ما كنا بنعمله في التخطيط، بس هنا كانت الـ القطاعات التنموية الزراعة والصناعة مش عارف ايه، وده كان الخصائص برضو البيئية المشتركة. فده تقريبا اللي هو بيصلح في معظم المشاريع اللي بتكلم فيها على تفاصيل داخلية. مميزاتها ايه؟ وسيلة مهمة جدا 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 لأي دراسة مبدئية، عشان دي اللي بتخليني أتنبأ. فاكرين لما كنا بنشرح كنت بقعد أقول لكم يا جماعة الماتريكس مش قرآن، مش هي دي بس اللي بتطلع لي البديل، وكنا كنت بغلس عليكم واقول لهم بعد ما تخلصوا الماتريكس في حاجه اسمها سيلكت باي لوكيشن، دي حاجات بتساعد ايوه يا دكتور، بتساعد متخذ القرار، انما مش ده مش فاكت رئيسي، دي دراسه مبدئيه بتساعدني. بتساعدني لايه؟ ان اوصل للتفصيلي بقى. انا عرفت خلاص ان المنطقه دي تنفع كلها صناعه، كان فاكر تنفع زراعه بس مش هاخدها كلها كده. نفس الكلام هنا، المنطقه دي كلها فيها تلوث بيئي بس مش هعالجها كلها، المنطقة دي كلها محمية طبيعية بس مش هبقي عليها كلها، وهكذا. فده بيساعدني ان اقدر اوصف الموضوع واعمل حصر لكل عناصر البيئة اللي موجودة، وكمان فيها مرونة. احنا قلنا فاكرين لما كنا بنقعد نقول بتطلع لنا infinity alternatives، بدايل واكتيفيتيز غير محدودة، لان في مرونة. انت كل ما بتغير العناصر والأنشطة في ترتيبها كل ما بيطلع لك علاقات متبادلة جديدة. فدي بصراحة من مميزاتها جدا جدا. طب بس عيوبها هي بتبقى علاقات مباشرة، يعني ايه؟ يعني التأثيرات المتوقعة فقط، مفيش الحاجات المتراكمه اللي هو حاجه على حاجه على حاجه ديبيتد على بعض، لا هي علاقه امكانيه بعنصر بس موجود او مش موجود. فده طبعا بيبقى فيه شويه ايرور، لان ممكن ده ما يبقاش موجود بس يبقى فيه حاجه في النص تقدر تخلي لي ده يوصل لده، فدي من عيوبها. يعني يا دكتور يعني الجزء ده زي لما كان كده حضرتك بتقولي مثلا المناطق الزراعية نقدر نستخدمها برضو في ويند انرجي، بس ده بيطلع لنا في الماتريكس. بالظبط، كنا نقول ايه ده كله زراعه، بس انا ممكن لو عملت هنا طريق والطريق ده بيخدم لي بشكل معين فاعمل مشروع تاني، فده مش موجود في الماتريكس الايه تمام الانترنال دي.
اوكي، ما نقدرش كمان تمام. نتعرف على التأثيرات البيئية على المدى الطويل، يعني على المدى البعيد بيبقى في تغيرات بتحصل، فما نقدرش نحكمها في الماتريكس دي. دي مشكلتها، دي عيوبها. بينقصها كمان وسيلة، ان مفيش وسيلة معينة اقدر اقيم. يعني احنا لما بنيجي نشتغل ده في مشروع مثلا، بنضطر نعمل موديل عشان اقدر اقيس بيه التأثيرات البيئية. موديل تاني بقى بروجرامينج، ما ينفعش يبقى في جوه الماتريكس، بضطر اعمل حاجة اكستنشن ليها عشان اقدر اوصف لده. اوكي، وده برضو هتلاقوا شكل اختصارا لكل الكلام اللي انا قلته في الكلام ده. يعني انا مثلا هغششكم سؤال امتحان، لو جيت سألتلكوا على المحاضرة دي الجزئية دي، انت مش هتقعد تكتب لي كل الدش اللي انا بقوله ده او السلايد دي، انا كاتبها لك عشان تفهم. بس هتيجي هاجي اقول لك قولي الفرق بين مصفوفة، قولي الفرق بين الاستمارة الاستبيان، قولي الترتيب بتاع المشروع بتاعك، هتقوم عامل ايه؟ هترسم لي السكتشات دي بالدوائر كده بالوصف بتاع التغيرات، وسطر تحتها سطر تشرح لي الايه التوصيف بتاعه، بس ليس اكثر ولا اقل، مش طالب اكتر من كده. احنا ناس معلش يا دكتور مش فاهمة. يعني انا لما اجي اسالك في المحاضره دي، اوكي، فاجي اقول لك مثلا يعني على سبيل المثال للحصر، هاجي اقول لك ايه هي الطرق اللي بعمل الطرق الشائعه في دراسات تقييم الاثر البيئي، تمام؟ هتقومي عامله لي الجزء الرسمه دي، وهتيجي تكتبي لي بقى تمام. طريقه طريقه، هتشرحي لي كل طريقه. اقول لك لا، ما تشرحيليش كل طريقه، كل طريقه انا بعد ما شرحاها حاطه السكتش اللي هو زي ده اللي موضح الطريقه. فانت كل اللي هتعملي الدايجرام اللي في الاول، وبعدين هترسمي السكتش ده، وهتكتبي سطر عن الطريقه دي، سطر واحد مختصر توضحي لي فيه ان انت فاهماه، بس مش هتقعد ترغي بقى كل الرغي ده، مش عايزاه في حاجه. انا ده حطاه عشان انتوا تفهموا، عشان لما انتوا تقروا المحاضره تبقى واصله لكم. تمام يا دكتور. واصله؟ طيب اه كده تمام. طيب في بقى مصفوفة تانية اسمها ليوبوليد ماتريكس. ليوبوليد ماتريكس بقى ده طور المصفوفة بقى المتداخلة دي اللي كان عاملها ديكارت، وبعدين بدأ يدخل فيها قياس التأثيرات البيئية. يشوف بقى، عمل إضافة مسطرة كده قياس تقديرية من 1 لـ10، وقسم خانة التقاطع بتاعتها وعناصر البيئة، وعمل حاجة اسمها interaction box. بصوا عمل كده بالمنظر ده، بدأ يقول عناصر البيئة والنشاط، وبدأ يقسمها من 1 لـ10، ويقول ايه هنا شدة التأثير كل ما بتعلى، وهنا أهمية التأثير على التوازن البيئي. بدأ يعملها بطريقة فيها more affected أكتر. ليها عيوب وليها مميزات. مميزاتها تقدر تستخدمها في أي نشاط، وفيها شمولية لكل الأنشطة، وناجحة جدا في المراحل اللي هي بقى الإنشاء والتنفيذ والتشغيل، وكمان مفيدة جدا في إيجابيات وسلبيات، لان انت بلس اور ماينس بيديك اعتبارات. انا ده ماشي كويس، ده مش ماشي كويس، بس في التوصيف بتاعها ما بقدرش اقول ان هي منظومة يعني متنظمة، لا ما بحسهاش كده، بحسها سطحية برضو. يعني انت برضو ما وصلتش لنفس الازمة، يعني نفس ازمة الانترنال في التحليل والقياس، ما بتبقاش موضوعية أوي في قياسها، بيبقى فيه ايرور فيها على المحيط الجوي يعني والمحيط الحيوي اللي حواليك، بيبقى فيها ايرور، ما بتبقاش دقيقة، ما بتبقاش اكيرت. هي نجحت بس في البدايل،
بس الناس ما اشتغلتش بيها، معقدة شوية يعني، هي معقدة شوية. نقدر برضو نلخص الشكل بتاعنا ليه، اهو دي المصفوفة بتاعت ليبوليد، تمام، دي مصفوفة تانية اللي هي مور، دي بقى عملت علاقة بين أنشطة مقترحة في إنشائها سواء عن مواقع ساحلية، تأثيرها بالبيئة، ودي الأساس بتاع المصفوفة ده، تقييم الأنشطة على الإنسان بقى وأنشطته، مش على المحادثات اللي حواليها، لا على الإنسان نفسه، البني آدم ده مبسوط من النشاط ده ولا لا. الفلسفة اللي بتقوم عليها منهجية المصفوفة دي دراسة التأثيرات المباشرة والغير مباشرة على البيئة. بصوا لو جينا هنا بصينا على شكل المصفوفة، تلاقوا كل مدى المصفوفات بتتعقد أكتر، تلاقوا الأنشطة المقترحة، عشان انتوا كنتوا مغلوبين من الماتريكس بتاعت سنة خمسة عشان تعرفوا ان انتوا كنتوا فريضة بالنسبة للمصفوفات دي. شايفين المصفوفة المقترحة، ويبتدي يقول لك هنا زيادة في الكثافة اللي بناء عليه بطلع امتداد عمراني، اللي بناء عليه بعمل تغيير في البيئة الاجتماعية، اللي بيطلع لي تأثير على صحة الأنشطة، ودي الفكرة الرئيسية للمصفوفة. بتكلم على نسبة التدهور، التأثير النهائي شكله عامل ازاي، ودي مهمة جدا. دكتور، هو السؤال ممكن يجي ازاي؟ ممكن أسألكو في تعداد المصفوفات على مر التاريخ التي لها علاقة مثلا بالتأثير البيئي، أذكر هذه المصفوفات ومع ذكر مثلا نوعين منهم بالمميزات والعيوب بتاعتها مثلا. بس حضرتك هتجيبيلي مثلا ارسم شكلها كده صح؟ هقول لك مع الرسم طبعا، مع السكتشز يعني، احنا دائما وابدا شغلنا في رسم، اوكي، يعني دايما بنوضح بسكتشات. يعني هرسم للمصفوفة. شوية مش بصي مش هدخل في تفاصيلها، بس اللي هو ايه زي ما كنت بقول لكم ايام الاقليمي، اعملوا لي رو صغير ووضحوا لي منه بس اكزامبل، مش اكتر من كده، مش كلها تمام يعني، يا دكتور. اوكي تمام كده. طيب دي كده باقي المحاضرة اللي احنا ايه قلناها المرة اللي فاتت، هنكمل، هنخش على محاضرة تانية لطيفة صغيرة جميلة، اعتقد ان عدت عليكم قبل كده، اخدتوا اي حاجة؟ احنا اوريدي في التخطيط خدنا الطاقات المتجددة صح؟ اخدتوها في حاجة تاني؟ لا ما اعتقدش. من الحاجات اللي طبعا إيجابية جدا 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 في الأثر البيئي وفي التخطيط البيئي بصفة عامة، الاتجاه اللي كل العالم دلوقتي راح له ونفذه وطبقه وعاشه خلاص بيه، اللي هو الطاقات المتجددة. الطاقات المتجددة دي اللي هي باختصار طاقة لا تنضب ولا تنفد، ما بتخلصش صح؟ الطاقة دي بتعتبر ان هي متناقضة تماما مع المصادر الغير متجددة، يعني الغاز، الوقود، الاحتباس الحراري، ثاني اكسيد الكربون، طبعا دي الطاقات اللي احنا عايشين بيها عامة، دول دي الطاقات اللي هي الغير متجددة، مع الوقت بيحصل ايه؟ بتخلص، بتنتهي، بتنضب. انما الطاقة المتجددة ما بتنضبش، وموجودة بشكل كويس معقول على كافة أنحاء العالم، وطبعا احنا بنسميها دايما صديقة البيئة أو طاقة نظيفة، دايما حتى بنسميها طاقة نظيفة ليه؟ لأن هي مفيهاش تلوث، وطبعا عشان أستعملها زمان كانت معقدة، دلوقتي التقنيات بسيطة جدا 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 بقدر أوفرها، اتكلمت عنها طبعا طبعا طبعا. جماعة لو المحاضرة خلصت مدتها هندخل تاني على نفس اللينك ونكمل المحاضرة، اوكي؟ ايه دكتور؟ طيب بتتواجد طبعا بشكل تام جدا،
واحدة. اوكي. بتساعد على خلق فرص عمل، لان انا عشان اعمل السولر شيبس ولا اعمل طواحين الهواء ولا اعمل طاقة الرياح، وهنشوف بالتفصيل دلوقتي انواع الطاقات بتاعتنا ايه، وده هيبقى موضوع البحث. انا مطلبش لسه منكم ابحاث صح؟ لا لسه. النهارده بقى نطلبه ان شاء الله. احنا عندنا الطاقات، في طاقة شمسية دي اللي بتبقى طالعة من الشمس طبعا، وعندنا طاقة حيوية، وعندنا طاقة رياح، وعندنا طاقة كهرومائية، وعندنا طاقة الحرارة الأرضية، وعندنا المد والجذر. ايه الطاقة دي؟ الطاقة الشمسية بالاسم كده، يبقى انا بجيب الطاقة دي منين؟ من الشمس صح؟ باخد الشمس دي ليها بقى انماط كتير، بحول ضوء الشمس ده لمصادر مفيدة للطاقة، وده اللي حضرتك هيبقى مطلوب منك انك هجيب لي بالتفصيل الطاقات دي، فده البحث اللي احنا هنطلبه النهارده بتتعمل ازاي. يعني الطاقة الشمسية بتتسحب الطاقة، بتتحط في خزانات، بتتسحب عن طريق ابراج شمسية فوتوفولتيك، ولا عن طريق الالواح الشمسية اللي هي السولار شيبس، بتطلع لي طاقة قد ايه، بتفيدني في قد ايه. البرج الشمسي ده بحط فيه ملح عشان اسحب الطاقة تتخزن، بقدر احتفظ بالطاقة الشمسية فترة قد ايه. فده مطلوب من حضرتك في البحث، هيبقى البحث عن الطاقات المتجددة. مش عايزة دش زي اللي انتوا شايفينه قدامكم، مش عايزة كلام كتير، انا عايزة المختصر المفيد. هتقولي ايه؟ هتتكلم الاول طبعا مقدمة عن الطاقة النظيفة او الطاقات المتجددة، انواع الطاقات المتجددة. واحد، الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية بتتولد عن طريق الشمس، من خلال بيتجاب الشمس في كذا كذا كذا، بيتجاب معرفش روث البني ادمين منين، بوفر امدادات صحية، بحطها بخزنها في انواع، واحد اتنين تلاتة. النوع الاولاني بيعمل كذا كذا كذا، عيبه ومميزاته ايه. النوع التاني كذا كذا كذا، عيبه ومميزاته ايه. النوع التالت كذا كذا كذا، عيبه ومميزاته ايه. ما تحاولوش تنصبوا عليا، عشان دي رسالة الدكتوراه بتاعتي. انا رسالة الدكتوراه بتاعتي ازاي بخلق وبوفر كميات طاقة متجددة في المناطق الصحراوية، فما تحاولوش تنصبوا عليا في يعني حضرتك بتطلبي من رسالة الدكتوراه دلوقتي؟ لا، ده شابتر في وسط الشباتر يعني بتاعت الرسالة، فما تحاولوش تشتغلوني تنصبوا عليا. فانتوا هتعملوا البحث، وبعد ما تعملوا البحث هنزل لكم الشابتر بتاع الرسالة بتاعي بقى. اوكي؟ فعشان ايه ما نصعش على بعض. يعني هتتكلموا مثلا على طاقة الرياح. طاقة الرياح بتولد من كذا. لازم عشان اولد طاقة رياح، انا هو غششكم بساعدكم، لازم عشان اولد طاقة رياح يبقى عندي الرياح اللي موجودة مينيمم مثلا 7 مليمتر في الساعة، مثلا سرعة الرياح 7 مثلا، وعندي في مصر بتتوفر اعلى سرعة رياح في الزعفرانة، واجيب اكزامبل الزعفرانة واقول المولدات اللي فيها شكلها عامل ازاي، طواحين اللي هي التوربينات بتاعت الرياح. في طبعا اشكال جديدة دلوقتي، الاشكال التوربينات هتحطوها، كل توربينة بتطلع كام كيلو وات في الساعة. اوكي؟ ايه مميزات التوربينة دي؟ ايه عيوب التوربينة دي؟ يبقى انا اهو بفصلها لكم، انا بفصل لكم البحث. تمام؟ هدخل بعد كده على الطاقة الكهرومائية. الطاقة الكهرومائية يعني كهرباء ومية. بستعمل النوع ده في ايه؟ بولد الطاقة من المية، وبطلع منها طاقة كهربائية نظيفة جدا 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 وهايلة جدا. مين الدول اللي بتشتغل بالطاقة الكهرومائية؟ احنا ما عندناش قوي طاقة كهرومائية، السد العالي يعني ماشي اوكي، بس ما عندناش وفرة قوي. ايه هي طاقة الامواج؟ انا عايزة اكزامبل يا جماعة. خلاص؟ وبعد طاقة حرارة الارض، باطن الارض، الحرارة الجوفية. وده على فكره بيستغلوها حتى دلوقتي في الربش والزباله والكلام من ده، ان هم يعيدوا يحطوها في حراره بطن الارض ويطلعوا منها
درجة الحرارة اللي طالعة دي ويبتدوا يشتغلوا بيها، يعملوا يطلعوا منها طاقة نظيفة. عندك ظاهرة المد والجزر، ما يعني قايلة نفسها صح؟ قايلة نفسها في مد وفي جزر، أعتقد خدتوه في المدرسة طبعا، أكيد مش فاكرينه بس يعني موجود. تمام، هتعرف هتجيبوا التفصيلة بتاعة كل واحد من دول. طيب بس كده؟ لا مش بس كده، كل واحد من حضراتكم هيجيب لي اكزامبل لمدينة مستدامة، اكزامبل لمدينة زي مصدر، زي في اكزامبلز كتير هنزلها لكم المرة الجاية ان شاء الله. انا عندي طبعا اكزامبلز في تشينج يونج، في مدن اشتغلت على الاستدامة وطبقت الطاقة النظيفة على مستوى المدينة ومستوى المبنى بره وجوه، موجودة كتير قوي على النت. خلاص، فأنا عايزة من حضرتك بعد ما هتقولي سرد لأنواع الطاقات وميزة وعيب كل طاقة، هتجيب لي مدينة بالتفصيل من أول بقى المدينة، الكلاستر عملوا إيه، نظام التهوية بتاعتهم عاملة إزاي، نظام الإضاءة إيه، حافظوا إزاي على الطاقة البيئية بتاعتهم النظيفة، استهلكوها إزاي، وكذا كذا كذا كذا، لغاية يعني لو عرفت تجيب البلاط بتاع الأرض، التبليطات اللي عاملينها صديقة للبيئة، تجيبها لي. أوكي، أغمى عليكم ولا إيه؟ ماشي اكتب يا دكتور. ماشي، دي تطبيقات بقى انا مع حضرتك جايبها. يا دكتور. تمام، دي تطبيقات مبسطه كده انا جايبها لكم على القاهره التاريخيه. بقول لكم فيها عن الاضاءه، يعني بتكلم فيها على الاضاءه. احد المناطق انا بوريكم، عايزاكم تشوفوا بقى الاكزامبل ده كويس قوي، تقروه كويس قوي. ايه هي دي؟ كان دراسات استشاريه عملناها، ده اوريدي المشروع ده احنا نفذناه، يعني المشروع اللي حطاه لكم ده انا كنت في التيم وورك بتاع المشروع ده بنعمله للقاهره التاريخيه، ان احنا كنا بنعمل تطوير، عايزين نخلي القاهره التاريخيه كلها على خريطه العالم، مش بس الحسين والازهر وكده. فكنا بنتكلم من ضمن الحاجات دي على الطاقه المتجدده، فكنا بنتكلم على سكيل صغير بقى اللي هو سكيل ايه، اللمض، الاضاءات، ازاي اقدر اوظف الاناره بتاعت الشوارع، بتاعت المحلات، المخلفات بتاعت المحلات تبقى عامله ازاي، استخدامات المباني بصوره عامه. فانا حاطط لكم الاكزامبل ده وبوريكم بقى ازاي، يعني ده حلو جدا في التخطيط البيئي. ليه؟ المشروع ده بيوريك ايه الخطوات اللي تتعمل، يعني فريق العمل بيعمل ايه، بينزل يصور عينات من الواجهات والاسطح، بيعمل نظام لاضاءه الشوارع، بيبتدي يعمل استمارة استبيان، يعني ده هتلاقوا فيه اللي احنا شرحناه المحاضرة اللي فاتت. بيجمعوا البيانات بقى الوضع الراهن، بيشوفوا كيفية الاعتماد على الإضاءة الطبيعية، ان في مباني اوريدي احنا القاهرة التاريخية فيها اوريدي إضاءة طبيعية خيال، واحنا اللي بوظناها. عملنا كمان، احنا كنا المشروع ده كان مع جامعة القاهرة، فساعتها عملنا اتفاقيات مع مجموعة من الطلبة بتاعة الدراسات العليا بتاعة الكلية، الناس اللي هم تمهيدي ماجستير بقى وكده، الصغنانين عقبالكم كده ان شاء الله، ودول بقى اللي سخرناهم، دول اللي نزلوا رفعوا بالاستمارات وطبعا عملوا تصاريح أمنية وعشان يعرفوا ينزلوا، وجابوا كل البيانات الجغرافية المساحية السكانية الاجتماعية بتاعة المنطقة. وكان في معوقات طبعا طبعا في التصاريح، كان في، خلي بالك التجربه دي مهمه جدا جدا، يعني روها كده ايه بتمعن، يعني الخطابات الامنيه بتاعتها ازاي يبقى الصيغه محترمه. وبدانا احنا كدكاتره عملنا لهم صيغه لاستماره البيانات زي ما انتم شايفين كده اهو. المنطقه زي ما قلنا القاهره التاريخيه متقسمه لاقسام وشياخات وشوارع